طيب اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في التمرين الثالث على الكاجل اللي بيحكي على السمري فانكشن والمابس. طيب الآن الريفيو السمري فانكشن دائما إنه أنا لما أحط الداتا فريم أنا عندي واعمل انتر في النوت بوك بيروح بيطلع لي انه بالضبط سامبل منه اللي هي او مش سامبل اللي هي زي الهيت بالضبط. بالاضافه هنا بيروح بيطلع لي الدايمنشن انه هذه فيها 12000 روز و13 كولوم. تمام، داله الديسكرايب مرت علينا سابقا وشفنا انه هو لما تكون انه انا عندي عدد الاعمده داله الديسكرايب بيطلع لي ستاتستيك اللي هي الكاونت والمين والمن والماكس والمي والستاندرد ديفيشن. تمام، وفي هنا عندي داله الديسكرايب ممكن اطبقها على اتريبيوت معين. تمام، فبروح بيطلع لي انه الكاونت تبعه قديش اليونيك فاليو، ايش اعلى فاليو وقديش الفريكوانسي تبعها وايش التايب تبعها انه هي اوبجكت. اي حاجه غير الارقام اللي هي الانتجر والفلوت بروح بعتبرها اوبجكت بما في ذلك السترينج. فبالتالي الكاتيجوري انا عندي على سبيل المثال لو كان نوع الفيلم هذا ساينس فيكشن او مثلا ادفنتشر، ما دام انه هو سترينج بعتبره كاوبجكت. تمام، طبعا انا ممكن ارجع عمود معين، فحكينا انه هو بيرجع لي اياه كليست از سيريز، ممكن استدعي دالة السمري للسيريز هذه اللي هي المين والمن والماكس. تمام، وممكن ارجع اطلعها من دالة الديسكرايب في البداية، وحكينا انه هاي من دالة الديسكرايب ممكن تكون الامر احسن وافضل اذا كانت الداتا ست انه كتير كبيرة، بدل ما نعيد نعمل ريكالكوليشن للمين او الماكس او المن. تمام، في عندي دالة اليونيك بروح برجع لي الأسماء الكاتيجوريز، هذه برضو حاطفينها بشكل كبير إنه أنا على سبيل المثال بدي أشوف إيش الكاتيجوريز أنا عندي مثلا في تصنيف الأفلام، إيش تصنيف الأفلام، إيش الفئات الموجودة، فبروح بسردهم كلهم بشوفهم كم فئة، بدي أعرف عددهم. ليش؟ لأنه في البري بروسيسنج بناء على عددهم بحدد أنا كيف بدي أتعامل معهم. تمام، هنا عندي كذلك الـ value count بروح برجع لي قديش value unique value في كل عمود، هذا العمود في هذا قيمة مختلفة، في 25000 قيمة مختلفة وهذا في 15000 للكاتيجوري، عفوا مش للعمود. طبعا هذا الكلام احنا بنسويه للعمود انه الـ value count، فلكل فئة من هدول الفئات بنروح بنجيب الـ count تبعها. تمام، طبعا الماب هي عبارة عن دالة بستخدمها بطبق دالة معينة، دالة الماب بتطبق دالة معينة على كل عنصر من عناصر عمود معين. تمام، فبالتالي بطبقها على العمود، زي على سبيل المثال انه انا بدي اجيب المتوسط تبع البوينتس، هاي جبته في هاي الستيتمنت انه ريفيو بوينت مين بتساوي ريفيو دوت بوينتس دوت مين، وبعديها بدي اروح اعمل ماب للبوينت، الفاليو القديمة يروح يستبدلها بفاليو جديدة. ايش هي الفاليو الجديدة؟ عبارة عن لامدا فانكشن تاخذ البي وايش بتسوي؟ بي ناقص المين. البي المفروض ايش؟ اللي هي الفاليو نفسها، مش هاي البوينتس بتروح بتجيب لي كل يعني كل البوينتس لكل سجل. تمام، فبروح باخذ البوينت الاولى بايش بستبدلها؟ بالبوينت ناقص المين، ناقص المتوسط. تمام، طب
طبعا هاي الشغلة انتو ممكن تستغربوا انه هو ليش بيسويها زي هيك، طب ما يعمل شغلة تانية، يعني ما يضيف عمود جديد. بدي اياكم تتخيلوا معايا لو عندي انا الراديوس والاريا، في عندي على سبيل المثال انه بعض الاشكال الهندسيه، وانا في عندي الابعاد، انا عندي في الداتا سيت، انا عندي الراديوس مثلا هنا 3، والاريا هي عباره عن ال 3.14 ضرب الار ضرب ال كمان مرة الار، تمام؟ هنا في عندي تكرار ولا ما فيش عندي تكرار؟ ليش ما فيش تكرار؟ أنا المساحة بجيبها بدلالة نصف القطر، فبالتالي معلومة المساحة هل هي حتضيف عندي معلومة جديدة؟ ولا نصف القطر لحاله الالجوريثم أو الماشين ليرنينج الالجوريثم ممكن ياخده كإنبوت، والموضوع نسبة وتناسب، إنه والله نصف القطر بتناسب مع المساحة، فبالتالي هو ممكن يتعلم لما يكون نصف القطر هالقد، فبالتالي إنه بيكون مثلا هالقد، فبالتالي تكثير الفيتشرز، والفيتشرز هذه لما بتكون تعتمد على بعض ممكن انه هي تخرب اكثر ما انه هي بتكون مفيده. نفس نرجع لمعلومه الريفيوز، انا ليش اضيف الريفيو نفسه عدد البوينت اللي حصلها الفيلم، وقديش انه حاصل الفرق بين الريفيو عن المتوسط، حاصل فرق البوينت عن المتوسط، فبالتالي هي نفس المعلومه التنتين من واحدة بقدر ان انا اجيب الثانية، فبالتالي بستخدم واحدة بس، بعملش تكرار الاعمدة اللي بتعتمد على بعض بشكل كبير، لانه الاعتمادية هذه ممكن تكون تخدع، تمام؟ فبالتالي هنا انا عندي الماب على نفس العمود هذا، غيرت القيمة القديمة بقيمة جديدة، إيش هي القيمة الجديدة؟ هي القيمة القديمة ناقص المتوسط، تمام؟ طبعاً أنا عملتها بلامدا، ممكن أعرف ديف لفانكشن برا وأحط له إياها هنا، تمام؟ هنا اللامدا بتكون أسرع يعني إنه في الاستخدام زي هيك، زي ما شفنا هنا، هيو ديف آر آر إي مين بوينتس لرو معين، تمام؟ وانه البوينت بتساوي الرود بوينتس ناقص المين تبعها، وبعمل ريتيرن للرو، تمام؟ وهنا بروح بعمل ابلاي لهذه الداله. اوكي، وين كان سؤالي كمان مرة. الاكسس بتساوي كولومز، انه انا طبق لي هذا الكلام على الكولومز، على مستوى الكولومز. صحيح نفس الاشي. يبقى الماب بترجع لي نيو سيريز، تمام؟ وير اول فاليو ممكن
ممكن اعمل ريفيو دوت بوينتس بتساوي ريفيو دوت بوينتس دوت ماب، هذا الكلام. او احكي انه هنا ان بليس بتساوي ترو زي قصة الدروب. نعم هجيت انا عملت هنا انه الاكسس كولومز، لانه انا عندي هنا استخدمت اسماء الاعمدة في الداتا سيت في الفانكشن، فبالتالي انا بقول له طبق لي اياه على مستوى الاعمدة. كيف؟ لا هي الابلاي هنا بدك تحط الابلاي هنا كمان؟ لا 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 شيء ممكن صحيح. طيب الابلاي والماب بترجع لي a new transform series and data frame، تمام؟ وما بتعمل modify للoriginal data set زي قصة الدروب، فبالتالي انه بحكي انه data frame بيساوي data frame dot apply، او بعمل in place بتساوي true، او ممكن اعمل انه العمود بيساوي العمود dot map، او بعمل انه العمود dot apply دوت ماب وبحكي انه ان بليس بتساوي ترو. انا ممكن اجري عمليات على الاعمده من برا، تمام، واشوف النتيجه تبعتها قبل ما انه انا اطبقها. يعني على سبيل المثال ممكن احكي reviewed points ناقص الريفيو بوينتس مين. المين انا حسبتها في خطوه سابقه، طبعا انا عامل هنا ليست ناقص فاليو. شو معناته هذا الكلام؟ هو لوحده في الباندا بروح بفهم انه كل عنصر من العناصر الموجوده في الليست بدي اياك تطرح لي اياها من هذه القيمه، وبيطلع لي النتيجه كعمود انه انا اشوف كيف شكل النتيجه قبل ما اطبقها. هذا البراكتس انه انا ممكن استخدمه قبل ما اتورط واطبق حاجه على البيانات، بجربها برا وبشوف انه زي ما انا بدي بروح بطبقها. يعني على سبيل المثال انا في عندي كيف لو في قيم ايش لا هو في حالتين، يا اما بروح بطلع لي اكسبشن انه انا في عندي missing value، يا اما انه بحسبها برضه نعم مش زيرو. لا نعم الزيرو تعتبر قيمة، يعني أنا عندي نان ناقص المتوسط، ليش أحطها زيرو؟ منفعش، يا بحطها نان يا إما بطلع لي exception أنا في عندي missing value أعملها fill. صحيح، بس إنه لو ما صارش هذا الكلام، ما صارش هذا الخطوة قبل، كيف بتصرف إنه أنا عندي قيمة missing value بدي أطرحها مثلا من المتوسط، شو راح كيف راح يتصرف؟ هنا أنا بعمل concatenation بين value في عمود بالvalue المقابلة إلها في عمود تاني، يعني كل واحد منهم عبارة عن string، فبحكي هنا reviews.country plus حطيت space داش كمان space
والريجون واحد. لاحظوا هنا انه هنا فينا عندي نان، انه انا عندي الكانتري هذه في شيء مش موجوده والريجون محطوطه نان، فبالتالي عمل الكونكاتينيشن. لكن عمليات ثانيه الجمع بيقدرش انه هو يسوي شغله زي هيك، تمام؟ فالكانتري انا عندي فرانس والريجون الزاس، لو كانت المعلومه هذه مفيده. طيب خلينا نشوف الاكسرسايز اللي بعده، واعطيكم انه تحلوا تو اكسرسايزز مع بعض، لانه هنا it's your turn انه عشان استخدم دوال السمري والماب فانكشن. تمام، خلينا نشوف الاكسرسايز اللي بعده اللي هو الجروبينج اند سورتينج. طيب بدي اجمع البيانات حسب values معينة group wise analysis. يعني على سبيل المثال بدي اشوف انا عندي على سبيل المثال انه region هذه او country هذه قديش انه مثلا متوسط شغلة معينة فيها، فبالتالي انه بروح بجمع تجميعات معينة وعلى اساسها بعمل تحليلات او category معينة. زي ما شفنا هنا انه بقول انه بدي اعمل ريفيوز جروب باي بوينتس واعمل بوينت كاونت، تمام؟ فايش بروح بسوي؟ بقول انه اللي محصل 80 الكاونت تبعهم 397، حصل 81 هالقد الكاونت تبعهم، فبروح بجيب لكل وحده قديش انه قيمه فيها بهذا الشكل. طيب بدي اياكم هنا تطلعوا على هذا المطلوب، لانه انتم حتواجهوا اسئله زي هيك انه get the cheapest wine in each point value category. يعني اللي محصل 80 بدي المينيموم للبرايس، فاعمل لي جروب باي للبوينتس وجيب لي البرايس دوت مين، تمام؟ هذا السؤال ايش بده؟ One way of selecting the name of the first reviewed from each winery in the dataset. ايش بده؟ بده أول اسم صار له ريفيو، فبالتالي هنا group by winery، تمام؟ وهنا جبت أول ريفيو، استخدمت الاي لوك لأنه بستخدم فيها الانديسيز زيرو، اندكس زيرو. بده اول ريفيو، اول يعني اول واين في له ريفيو. هنا بدنا نجيب فاين جرين كنترول، تمام؟ هنا في الاكزامبل هذا وي وود بيك اب ذا بيست واين باي كانتري اند بروفنس، بده افضل ايتم حسب الكنتري وحسب البروفنس.
فبالتالي هنا بدي أعمل جروب على أساس عمودين هو الكنتري والبروفنس. تمام؟ كيف بدي أحدد البيست؟ على أساس البوينتس بالضبط. فبالتالي هنا بقول له لامدا داتا فريم، أنا برجع داتا فريم وبدي له داتا فريم وبدي اللوكيشن، بدي الاي دي تبع الماكس، بدي الاي دي تبع الماكس لايش؟ لا البوينتس. كمان مرة السؤال ايش بده؟ بده البيست ايتم باي كانتري اند بروفنس، فبالتالي انا حاعمل جروب بين هدول الشغلتين. حيو هو حكي لي في السؤال باي كانتري اند بروفنس. نعم لانه البوينتس هي بتحدد انه هذا عباره عن ريفيو للواين للواين والريفيوز هذه عباره عن نقاط، يعني الريت تبعه، يعني هذا انه 10 من 10، هذا زي هذا 2 من 10، هذا 5 من 10، فبالتالي عباره عن تجميعات للريفيوز، فاحنا بدنا نجيب الاعلى. هنا السؤال ببساطة إنه the first the name of the first wine reviewed from the winery dataset. كيف؟ آه. هذا عبارة عن text، يعني أنت لو شفتي dataset هنا dataset اعتقد انه في الدرس اللي قبله هاي country description designation points the price province region name هاي title، في بعضها اسماءها طويلة. هاي شايف حطت لي هنا نقاط نقاط نقاط، معنى ذلك انه string هذا في له كمالة. تمام؟ هذا الواينري اللي هو عبارة عن المصنع، اسم المصنع. طبعا هذا المثال مش مثال جيد انه احنا نشرح عليه يعني، بس انه هاي الاكسرسايز زي هيك. تمام؟ في انا عندي ميثود ثانيه للجروب، يعني بجانب الجروب باي اللي هي الاجريجيشن. ايش بتخليني؟ بتخليني انه اعمل رن لبنش اوف ديفرنت فانكشن لكل داتا فريم بشكل سيمالتينيوس. ايش المطلوب الفانكشن هنا؟ انا طلبت اللين والمين والماكس، هذه تعتبر من الاجريجيشن فانكشن. يبقى مع الجروب باي ممكن استخدم داله اسمها اجريجيشن فانكشن، ايش بمرر لها؟ اكثر من داله لو بدي انا اكثر من داله. هنا ايش طالب في السؤال؟ وي كان جنريت سمبل ستاتستكس للداتا سيتس اوف از فولوز. هنا الكانتري انه عمل لي جروب باي كانتري، صح؟ ايش جبت؟ اللين. شو معنى هذا الكلام؟ عدد السجلات في هذه الكانتري بالضبط، والمينيموم فيها في البرايس طبعا، والماكس في البرايس. هنا برجع لي ليست، لما اقول جروب باي كانتري برجع لي ليست. تمام؟ هنا بروح برجع لي اللين تبع الليست هذه والمين والماكس. تمام؟ يبقى هنا أرجنتينا فيها 38,000 والمينيموم للبرايس 4 والماكسيموم 230 وهكذا. طبعا في عندي 43 كونتري.
طيب في عندي كذلك المالتي ان ديزيز. كل اللي فات احنا كنا بنستخدم سنجل اندكس، تمام؟ في بعض الاحيان بحتاج لمالتيبل اندكس. ممكن احتاج لمالتيبل اندكس انه يكون انا عندي اكثر من ليفل. يعني على سبيل المثال country reviewed، رحت عملت group by الكونتري والبروفنس، تمام، و description عملت aggregation اللي تبعها. تمام، مش كل كانتري فيها اكثر من مقاطعة، فراح جاب لي ارجنتينا فيها المقاطعة هذه، تمام، وعدد الايتيمز من المقاطعة هذه 33264. صحيح، ممكن نستخدم اي اتريبيوت تاني، بس الفكرة انه هنا انا بدي عشان بدي احسب اللين. يعني انا طبقت اللين للديسكريبشن بس عشان اعد عدد البروفانس. ممكن استخدم اي عمود، تمام. طبعا المالتي اندكس هذا عبارة عن تايب، ممكن اشوفه زي هيك ID max. الID تبع الرو للي له max value أنا طالبها، تمام. أنا إيش طالب؟ ال points، بدي أعلى point إيش الindex تبع الرو هذا اللي فيه أعلى point، تمام. وهنا روح طلبته وين؟ في اللوك اللوكيشن. طيب الان لو انا لعبت في الاندكس ممكن ارجع كل شيء الى ما كان عليه باستخدام هذه الداله ريست اندكس، لانه في الحاله هذه ممكن يكون في انا عندي مالتيبل اندكس، تمام، بتتاثر فيه الداتا سيت، بروح برجع كل حاجه الى ما كانت عليه باستخدام الريست اندكس، بروح برجع لي اياه زي هيك، بروح فصلهم عن بعض بدل ما انه كان عاملهم اجريجيشن زي هيك، انه ارجنتينا انه انا في عندي فيها سجلين، راح اعتبرهم هنا كل واحد سجل لحال 0 و1 بهذا الشكل. طيب السورت، السورت انا ممكن اعمل ريسيت للاندكس واروح اعمل سورت للفاليوز باستخدام اللين، هذا العمود مش هذا عباره عن عمود، تمام، فبالتالي راح رتب لي اياهم زي هيك. فبالتالي هذه البروفانس انه فيها بس ايتم واحد، ادي واحد لغايه انا عندي كاليفورنيا فيها 36274. انا ممكن اعكس الترتيب، فبالتالي هنا بصير ascending بتساوي false. ممكن ارتب حسب الاندكس، ممكن ارتب حسب الكانتري، وفي حال تساوي الكانتري بروح برتب حسب اللين اللي هو عدد الايتيمز، تمام. الان
بيجي دورنا في الموضوع. ده بديكم فرصة انه انتم تحلوا الاكسرسايز، تمام؟ بعديها بنرجع بنحله مع بعض. ممكن نحله كمان او نطبق هذا الكلام على داتا سيت تاني عشان يترسخ المفهوم عندنا، لانه هاي الدالة، هذه الدوال تبعت الصوت والجروبينج بانه بدها ممارسة.